أيها الأخوة أيها الحضور الكريم، إننا كأحرار الدرباسية جئنا برسالة إلى شباب تل تمر عاشوريين أكراد عربا مسيحيين، وافتتاحا بقول جغر خوين الذي قال بس فاتك شبها درخن أفشها وارو جقيرين تما بيكا وفراكايا أفشدفا وخشتا وتخبينا. يكيد الكردي الذي كان شريكا اساسيا في الحراك العام ومنذ انطلاقه الشراره الاولى في مناطقنا الكرديه عامه، وبشهاده الحراك الشبابي وبمشاركتكم ازددنا نشاطا وحيويه، وبدعمكم اتسعت دائره الاحتجاجات السلميه والشبابيه والجماهيريه، لذا تستحقون منا كل الاحترام والتقدير، ولكم مكانة خاصة لدى الحراك الشبابي. أيها الرفاق، نعرف جيدا سجل حزبكم ونضالاته كفصيل طليعي تقدمي صاحب المواقف الثورية دوما. الثقافة والأنشطة الشبابية ودمتم الطليعة الثورية، ولنعمل معا حتى إسقاط النظام وبزوغ شمس الحرية على الشعب السوري. المجد والخلود لشهداء الثورة السورية، المجد والخلود لشهداء الكرد وكردستان، المجد والخلود لنصر الدين برحة وعميد الشهداء مشعل الشملو وشرزات على الدار وآخر ثورتنا جوان القطنة. أيها الأخرى، إنني سمعت كثيرا من الأحزاب وأيضا المجلس الوطني ومجلس غربي كردستان، أتمنى من جميع القوى السياسية أن يكون كلامهم صف الشعب الكردي، ونتمنى ان نتعظ بمقولة احمد الخاني امير الشعراء الادب القومي عندما قال في القرن السابع عشر: لقد حار فكري بحكم الله من ان جعل الاكراد في هذه الدنيا محرومين محكومين مستعبدين بالجملة، انهم انتزعوا بلاد الشهرة وبالسيف وبالهمة انقادت لهم البلاد، فهم اشتات متفرقون دائمون العصيان على بعضهم. لو كان ايها الاخوة لدينا اتفاق لدخل في طاعتنا الروم والعرب والعجم احرار مدينة الدرباسية مرة اخرى، لنبارك لحزب يكيدي الكرد